أنا حاليا أنا موجود على مفرق طريق سوق الهال من بج، ماكم شايفين هاي طريقة جزيرة، وراح نقيس لكم سرعة النت خط أرسيف، هاي شبكة 4G بلس. مية مية مية، يلا يولي يلا على المية على المية، ما سكر، يلا سكر على المية، سكر على المية. 105 109 111 أعلى سرعة، وهاي سرعة التحميل. طبعا سرعة التحميل على طول تكون أضعف، هذا الشيء معروف، يعني 16 17 ميجا. إذا بدك تحمل فيديو على الفيس على اليوتيوب